الراحة أو المن والسلوى. ندهن الوعاء اللي حنستخدمه بأي نوع دهون. ماء 3 أرباع الكوب، يعني كوب إلى ربع 150 جرام. سكر 1 كوب ونص 250 جرام. نوضع السكر على مرحلتين. نشا الذرة نصف كوب 50 جرام. نعصر نصف ليمونة. النكهات والتوابل هي اختياري. أنا وضعت 3 ملاعق كبيرة ماء الورد. نوضع قليل من لون الطعام. نوضع السمن أو الزبدة ثلث كوب 80 جرام على مراحل، تقريبا 3-4 مراحل بنضيفهم. نقلب المكونات جيد على البارد، على البارد طبعا. بعد ما تدوب المكونات، حتى بتدوب المكونات جيد، بنشغل الحرارة أقل من المتوسط لمدة 30 دقيقة مع التقليب المستمر للمكونات. هيك بنقلب جيد. عند التماسك بنوضع النصف الآخر من السكر. عندما تتماسك نوضع السكر والتقليب المستمر، طبعا باقي السكر. بداية وضعنا نص كمية، وضعنا النصف الآخر. هكذا بنوضع كل 5 دقائق نوضع قليل من الزبدة حتى تنفذ الكمية الزبدة. يعني كل 5 دقائق بنضيف قليل من الزبدة حتى تنفذ الكمية. التقليب المستمر. يمكن التأكد من النضوج بأخذ عينة. يفضل استخدام معلقة طعام أفضل. ما تعمله مثل ما عملت أنا، مثل هيك لازم تكون، مثل الكرة يعني بتكون. نوضع مكسرات، هي اختيار المكسرات الخشنة. كمية والنوع هي اختيار المكسرات، يعني بكيف نوع المكسرات. آخر كمية الزبدة بضيفها. المهم 80 جرام ثلث كوب، وبنقلب جيد لمدة 5 دقائق. بنقلب هيك أصبحت جاهزة. بنوضعها في الوعاء، نجعلها تبرد تماما، ووضعها بالثلاجة لمدة 2 ساعة قبل التقديم. نخلي نتركها برا تبرد، بعدين نوضعها بالثلاجة. ممكن نعملها أي نوع من المكسرات أو بدون مكسرات، أو سادة أو مع جوز الهند. في عندي تقريبا 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. في أمان الله.